حلقتنا الصباحية لليوم. اليوم رح نسلط الضوء كمان على مفهوم الدعم النفسي، ما هو وأي فئات يستهدف، وما هي الفئات التي تحتاج للدعم النفسي، وما الأثر الإيجابي للدعم المرافق للأمراض وخاصة مرض السرطان. اليوم رح نتحدث عن هالموضوع مع الأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك غالية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. كيفكم؟ يسعد صباحك حبيبتي. بالبداية خلينا نحكي عن مفهوم الدعم النفسي، قديش مهم معنويا للمرضى وللشخص العادي اساسا اللي بيمارس حياته اليوميه، بيعاني من كثير ضغوطات بالحياه. بعدين بنحكي قديش مهم يمكن الدعم النفسي اليوم للسيده اللي بتعاني من مرض نفسي. تمام عزيزتي، الدعم النفسي هو الخدمه المميزه اللي هي من حق الكل باي نطاق وباي مجال وباي مكان يكون. هي يعني ميزه لازم تكون موجوده معنا ولازم تكون متاحه بشكل كثير كبير. خلينا نقول شو هو الدعم النفسي بتعرف. هو عباره عن حاله ملهمة شافية تستوجب تسكين الأفكار السلبية أو الأفكار المؤذية أو الأفكار الموجعة اللي بتكون موجودة، لحتى تساعد الشخص اللي عم نقدم له نحن حالة الدعم النفسي ليتكيف مع الواقع. يعني فعليا نحن ما بنقدر نغير له الواقع أبدا، ولكن شو الفكرة؟ أنه نحن بنغير مدى تقبله وأفكاره للواقع. ففكرة الدعم النفسي هي حق من حقوق الإنسان بشكل كتير كبير، ودائما نحن بنقولهم أنه لازم تكون مرادفة للحياة بشكل كتير كبير، على مبدأ أنه بأقل حركة لازم يكون في عنا دعم نفسي، سواء كان ذاتي ولا من الخارجين الأشخاص المحيطين الموجودين معنا. غالية ذكرتينا أنه أي شخص بحاجة للدعم النفسي، لكن اليوم في فئات بالمجتمع، هالفئات يمكن بحاجة أكثر للدعم النفسي، ممكن تمام. تعرف من هالفئات؟ تمام عزيزتي، على حالات الدعم النفسي مين أكثر فيه؟ عندك الأشخاص اللي بيكونوا مثلاً طالعين من فئة آلية الاكتئاب، آلية الأشخاص اللي بيكون عندهم مثلاً صدمات أو أزمات كانت بحياتهم ويمكن ما قدروا أنهم يتجاوزوها، لحالة أنه هن يمكن ما عندهم هي الركيزة الأساسية أو في عندنا هشاشة نفسية. ممكن الأشخاص اللي عندهم فعلاً حالات مرضية صعبة ممكن محيطهم ما يساعدهم أنه كمان هدول. ممكن الأشخاص اللي بحال طورة المراهقة بدول بحالة دعم نفسي. ممكن بحالات دعم النفسي بيكونوا آلية الانفصال، آلية الخروج من علاقات عاطفية. فعلياً أي شخص بالحياة آلية الدعم النفسي لازم تكون مرافقة له. لكن أكثر شيء نحن بنتجه للأشخاص اللي عندهم أزمات نفسية أو صدمات نفسية أو في عندهم حالات مرضية، هدول أكثر شيء بيكون التركيز عليهم والإضاءة بتكون عليهم أقوى بشكل. بس فعلاً يمكن غالية اليوم كثير مهم الدعم النفسي لأي شخص، ظل يمكن الظروف اللي عشناها ومع ذلك مكملين بحياتنا اليومية، بحياتنا الاجتماعية، بحياتنا العملية. قديش مهم فعلا الدعم النفسي للشخص، لأنه المحيط أحيانا بيكون سلبي. يعني المحيط بيكون سلبي من حيث مثلا أنه أنت مثلا رايحة على الشغل الصبح بكير، أنه وشك ليش هيك أصفر تعبانة، يعني دغري بيستقبلك بطريقة دائما سلبية. يعني حتى الأشخاص صايرين هون الدعم النفسي كيف بيكون فيني ألعب عليه، فيني أنا أتقبل حتى السلبيين بحياتي اليومية بطريقة أخرى، كيف أنا عم أتقبل الواقع كمان بس بنظرة إيجابية فينا نقول. تمام عزيزتي، هلا خليني اوضح لك فكره انه اول دعم نفسي ببلش هو مني انا. تمام. من ذاتي انا، من حد نفسي انا. كيف بدعم نفسي؟ اول ما ببلش باول نهار بحياتي بحط قواعد اساسيه، بحط امور اساسيه انه انا ما لازم حدا ابدا يقرب على قواعدي على مملكتي الخاصه، وما لازم مثل ما تفضلتي يفوت يعمل عندي هاي الاليات السلبيه او هاي الكلمات السيئه اللي ممكن انه فعلا تهز لي كياني النفسي يعني من الداخل يعني بشكل عام. تمام، للاسف هي صارت هيك لغوه مثل صباح الخير وكيفك، ليش وشك اصفر اليوم او حاسك تعبان او شيء. هاي الاليات والكلمات كثير مزعجه. طبعا بيكون يمكن ما فيك شيء بس كلمتين بصيروا بدايه طيب انه خلص طيب ماشي اوكي رح اتذكر لك كل ذكرياتي السيئه وراح اعمل انه في شيء. انه لا كثير خفوا على هذا الموضوع، انه عن جد كلياتنا بنطلع عنا حقبه مليانه من الاشياء السلبيه. أكيد. في حدا دائما ما احنا قاعدين بالمدينه الفاضله اكيد يعني بس انه ما نسمح اول شيء لحدا يفوت على اسوارنا الخاصه. ما نسمح انه حدا هيك كلمه طارئه تفوت تعمل تشويش بالحاله النفسيه ونضل ماشيين. هلا كيف نحن بنعمل لهم دعم نفسي؟ انا حبيت حكيكي اوكي بحكي معك كلمه ايجابيه، ما بعرف احكي كلمه ايجابيه خليني واقف عند كلمه صباح الخير وضل ماشي. ما في داعي اقول لك ايش وشك اصفر كانه مانك تمام، حسيتك انك مانك تمام. لا، اذا انا ماني قادر فعلا افتح حديث معي وفعلا حط ايدي على المكان اللي ممكن يكون انا ساعدك فيه، فرجاء ما نفتح هالآلية ولا نسال كلمه كيفك، انه هي كلمه كيفك مفتاح لاحكي لك معناتها انه انا في عندي شيء. فاذا انا ماني قادر اعمل لك دعم نفسي ولو بالكلمتين ادعمك فيهم فما افتح هذا المجال. كثير مهم مثل ما قلتي الدعم من خلال الذات. يعني انا بقول في اليوم بكير الصبح بقول النهار رح يكون ظريف شو ما صار،
يعني احنا ما رح ما رح خلينا ايه شو ما صار الاشخاص مثلا المحيط. انا بقول بدي اكون مبسوطه اليوم، ما يعني هي قديش مهم فعلا، يعني انت من خلال ذاتك انه شو ما كان صاير خلص بدي عيش الحالة. تخيلي الرواء اللي بتعمليه بهاي الحالة، يعني آلية التشاور والهدوء والريلاكس والحالة الودية اللي بتصير بينك وبين عقلك لما بتبعتي له هاي الرسائل، صدقيني هو بيبعت لك شكرا، بيبعت لك شكرا لما بيخليك انه اوكي نحن اتفقنا اليوم ما حدا حيضايقنا ما حدا حيزعجنا، نحن كتير رواء اليوم، فبتطلعي بتحسي حالك انه انت صحبة مع الكل، بدك تسلمي على الكل، رواء مع الكل، يعني حتى لو انه شو ما صار وانه تأخرتي او ما تأخرتي خلص اوكي انا رواء اليوم. بس لما بتفيق الصبح وحاسه انه انت خلص اليوم، في كلمات نحن بنستعملها انه انا نهاري اليوم سيء خلص ابشع شيء، بلشنا كلمه نهاري سيء انا بوعدك النهار رح يصير سيء. تماما غاليه، يعني نحن اليوم موضوعنا وخاصه بهالشهر شهر التوعيه بالكشف المبكر لسرطان الثدي، اليوم الدعم النفسي لاي مصاب بسرطان ان كان دعم ذاتي او دعم من الاخرين. خلينا نبلش بالدعم الذاتي، كيف بيصير وهذا ما نهين ابدا طبعاً. بالنسبه لشخص مريض اكيد اكيد. هلا هذا المنحة الثانية للدعم النفسي اللي هو مثل ما تفضلتي اضاءتي عليه، هو كثير جانب مهم. قد الانسان بده يكون هو اساسا من الداخل متقبل فكره انه يكون عنده طارئ صحي او يكون في عنده عرض مرضي صار معه، قد ايه فكره انه انا اكون متقبله هالموضوع. هلا فكره اليه الصدمه او الدخول بالخبر التنبؤ انه انا صار عندي حاله نفسيه هي بتتعدد بمراحل، فاليه انه انا بس اعرف انه انا عندي مرض او عندي طارئ صحي او لحدا ثاني بيهمني، ففورا لازم الدعم النفسي يبدا من بدايه اخبار المريض انه في عنده حاله مرضيه. من اول ما بيخبر لازم يكون الاشخاص واقفين معه. وبقول برجع بقول لك برجاء اذا كنت انا شخص بشعر انه انا ما عندي كفاءه ولا 1% ادعم هذا الشخص، فما اقرب على محيطه الخاص ابدا ولا ادخل له باي كلمه، لانه ممكن كلمه بحسن النيه تعمل عنده هو كثير ذبذبات نفسيه مزعجه. يعني كلمه بحسن النيه، ويمكن نحن شعب عاطفي يعني دائما المشاعر بتاثر علينا، فيمكن التعبير بيكون طريقه كثير خاطئه لدعم الشخص. يعني مثلا بتلاقي اشخاص مصابين بمرض السرطان انه حتى المحيطيه مدري شو هن صغار وكذا، بيلقط الشخص نظره الشفقه، بيسمع الكلمه، فيمكن كمان طريقه التعبير هي كمان بتكون خاطئه من خلال تاثير المشاعر علينا نحن نوعا ما. تمام عزيزتي. في شيء صنف اسمه الاتيكيت الدعم النفسي او الاتيكيت النفسي مع التعامل مع المرضى، وحصر اكثر انه ضمن مرضى السرطان كيف قال. في كلمات كثير لازم نحن نتعامل فيها، في اشياء كثير لازم نحن نعرف نتعامل فيها، في الفاظ اساسا ما لازم نحكي معهم فيها. يعني للاسف لما بدخل انا مثلا بدي اجي ادعم شخص هيك او انه كيف، أسوأ كلمة بقول لهم رجاء ما حدا يقول لحدا مريض أنا حاسس فيك أنا عم بشعر فيك، بكل أريحية رح يقول لك لا مو صحيح هذا الحكي أنه أنت مانك حاسس فيني. هاي الفكرة ممكن تعطي للشخص اللي قدامه أنه أنا عم بعمل مراقبة، عم بعمل آلية من الكذب معك، أنه فعلا ما حدا بحس حدا. يعني هلا تجي تقولي لي أنت راسك عم توجعك، أنا بقول لك حاسس فيك، حتطلع فيني النظرة تقولي لي لا، وقيسي المقياس على شيء أو أقوى من هيك، فما نستعمل هاي الكلمات أبدا هاي السيئة معهم. لما نحاول نقرب على حدا عنده مرض نقدر ندعمه، ما نجرب نقول له انه شو قال لك الدكتور، ما ندخل بتفاصيله، خليه هو يحكي. يعني لما نسأله خلي الأسئلة تكون نهاياتها مفتوحة، ما نحدد له مشان ما يوقف الحشرية يزعج أو ما نكون نحن طبيعتنا حشرية يعني منروح لحتى نزوره زعلت والله انه صار معك هيك، ليه هيك صار معك؟ اكيد هو ما يعني ما له حابب انه تسالوه هذا السؤال ليه هيك صار معك. ما نحاول ان نطلع له نمط على نمط ثاني انه يلا بتعرف منيح اللي صار معك هيك مو نوع ثاني، لا مرض السرطان بحد ذاته ما له حظ، يعني فما له انه منيح هيك او ما له منيح هيك. او للاسف منفوت فيه بباب الدعابه اللي هي سيئه نفسيا، تطلع عليه اعراض انه العلاج فيما بعد ممكن يخسر وزن او يخسر بالشكل، فشو بنقول له بتعرف يلا منيح خسرت وزن، هذا كتير سيء هذا كتير سيء، او بتعرف انه يلا هلا بتغير لوك هاي نقطه كثير مهمه كثير سيئه هاي. المزح من باب التخفيف بس بطريقه كثير سلبيه، ما بتعرفوا الظلمه النفسيه اللي احنا اللي بندخله فيها، لانه هو اساسا بحاله انه هو منزعج من نفسه. فرجاء ما نحاول بهي الالفاظ انه والله عم نمزح او عم نلطف جو او عم نخفف جو معه، كثير سيء هذا الوضع بيكون. هاي نقطه كثير مهمه. انا عندي صديقه من باب المزاح مثلا هي يعني انصابت بالسرطان، فانه انحلقت شعرات على الصفر، كان يعني طريقه التعاطي انت بدك تعملي حالك مانك شايفه انه كثير لابق لك الصلاه. انا بالنسبه لي هي الكلمه كثير جارحه، طريقه التعاطي انت كيف من نوع هي، يعني في مفردات لو من باب الدعابه او المزح او التخفيف هي وقع سلبي بطريقه كثير
جارحة للشخص اللي مقابله جدا قد ما بتتخيلي. ما حدا بيعرف عن جد الدوامة النفسية أو البئر العميقة اللي المريض داخل فيه، فترقفا بحاله أي كلمة إذا فعلا كنا نحن ما بنعرف صداها لا نتحدث فيها أساسا. يعني حتى في عندك كلمات للأسف إنه بيقولوا لا إنه نحن عم ندعمه، نيجي نحن بنقول له يلا شد حالك، هو أكثر حساسية من أي شخص 10 مرات مضاعفة. ما لازم نقول له شد حالك، إنه فعليا هو حتى واقف جنبنا هو عم يعمل أقصى إمكاناته. يعني بكل الموضوع فينا نقول له إنه أنا موجود معك، إذا بتحب أي شيء ساعدك أنا موجود معك. تماما غالية، يعني أي شخص بيحب يكون داعم لأصدقائه، داعم لمحبيه، مثل ما هو بحب ياخد الدعم منهم كمان. شو هي الكلمات المناسبة يمكن لحتى نقدم الدعم برؤيته الصحيحة بعيدا عن التشويه؟ تمام، أول شيء نقول له أنا موجود معك، أنا جنبك ومعك، إذا حابب تحكي لي أي شيء دائما خلي له المجال مفتوح. ما حاول إنه أقول له كيف وليش وليش، هاي الأسئلة تبع الإشارات الاستفهامية بعد عنها تماما. أكيد هو بيكون عم يحاول يتجاوز هاي المراحل كلياتها. بكفي كلمة أنا معك وجنبك، إذا حابب تحكي لي أي شيء أنا موجود معك. لما بدي أقدم له خدمة ما أسأله عليها، يعني مثلا إنه بده يعمل شيء ما أقول له بدك أو أعمل لك، حاول دائما إذا كنت أنا ضمن نطاقه الخاص فورا أعمل هاي الخدمة دغري من دون ما أنا أسأله أو شيء. كلمة أنا حاسس فيك رجاء بعده عنها بشكل كتير كبير، أنا عم بشعر فيك أبدا، أنا هو عم يشعر أنه أنت عم تقتنص من الألم والحالة الفوضوية اللي بتكون موجودة عنده جوا، أو نظرة الشفقة ممكن بتأثر عليه بشكل كتير سلبي، سيئة سيئة سيئة. ممكن أبدي له تعاطف ولكن مو شفقة، هو بالنهاية إنسان عنده دراية وعنده عقل وعنده تحكم، وبيعرف تماما إذا كانت النظرة شفقة أو لا طبعا. فحيشعر تماما بهي الحالة. والفكرة الأهم إنه ما نجعله برات خارج الحياة، يعني بس ندري أنه هذا الشخص صار مريض، ما تعمل هيك ما تساوي، نقطع عنه الأمور الحياتية. هذا بيسألك عنه قديش من أهمية الاندماج الاجتماعي، يعني أنا ما أخفف طبيعة حياته أو تواصله مع الآخرين، المحيط كعائلة قديش مهم يكون في اندماج اجتماعي، تواصل، طلعات مع الأهل، يستمر بعمله لكن بساعات أقل. هي نقطة كتير مهمة لأنه بتساعد يمكن برفع المعنويات أنه أنا بكمل بحياتي رغم أنه أنا عمر بظروف سيئة أو أنا مريض، فهي نقطة كتير مهمة، حتى المحيط بيلعب دور كتير كبير فيها. تمام يا عزيزتي. الفكرة أنه فعلاً إذا كان الشخص لسه قادر أنه يقوم بحياته والعملية والمهنية ما نقطعه أبداً، يصير عنه أنه بداية معرفة المرض يلا تفضل ارتاح، لا، إذا هو عنده طاقة وإذا هو بيقدر لسه أنه يعيش حياته طبيعية، يعني أو هو أنه حابب، لا، رجاء خلوه يعيش حياته بشكل كتير طبيعي. ما تحاولوا تحسسوا أنه هو هذا الشخص اللي صار منبوذ أو أنه هو الشخص اللي بعيد. أو برجع بقلك آلية الشفقة، ما بتتخيلوا قديه صعبة نحن بالحياة الطبيعية إذا كنا أشخاص طبيعيين ومرينا بعائق نفسي وشعرنا بشفقة الآخرين ممكن ننزعج. لعنة الاستقلال هي نفسياً ما حدا يقرب عليها، كتير صعبة. أوكي، لأنه خلوه يعيش حياته بشكل كتير طبيعي، خلوه يكون حدا كتير طبيعي، ممكن نخفف عنه شوي بس. والأهم أنه ما نخليه مركز الحياة، يعني مو كل ما قعد دائماً نوجه الحديث عن المرض وعن الأشخاص اللي طابوا أو اللي ما طابوا أو شيء، نعيش معه بحياة كتير طبيعية، نخليه كتير طبيعي وهو يتحدث دائماً، نخلي الحديث هو لإله حتى ما يستشعر أنه هو صار شخص بعيد. تمام غالية، الشخص يلي عرف حاله أنه هو مصاب ب السرطان اليوم كيف لازم يتعامل مع حاله، كيف لازم هو يدعم حاله؟ هذا الموضوع له تأثير كتير كبير بالفعل على نسبة الشفاء قد ما بتتخيلي يا عزيزتي. دائما الحالة النفسية مرافقة للحالة المرضية بأي حالة. الحالة النفسية إذا كانت قوية ومتينة وشديدة هي بتقوي الجهاز المناعي فعليا بداخل الجسم. كل ما بقول عن حالي أنه أنا قوي وأنا بقدر وإن شاء الله أموري لخير وإن شاء الله، هو عرض قد ما كانت مدته طويلة ولا قصيرة وقد ما كانت شدته هو بالنهاية رح ينتهي. ما في حال بيضل على حاله، هي حكيد رح ينتهي. فالدعم النفسي إذا ما بلش أنا من ذاتي، أنا من حالي، مؤمن بقدراتي أنه أنا كإنسان والشيء اللي صابني هو لحكمة ولا قدرة ولا سبب معين، فأنا أكيد رح أكون أوي حقدر هتجاوز المهنة. بس إذا أنا كنت من جوا إنسان مستسلم وخيوط اللعبة طلعت من إيدي وأنا عم استجر عطف الآخرين، فثقي تماما هو مجرد كلام ما لح يلامس لا شغاف القلب ولا شغاف الروح، ما رح يأثر فيني أبدا. ولكن لما أكون أنا من جوا شخص متقبل للموضوع وجاهز لأتقبل أي كلمة، فيمكن كلمة منك أو نظرة منك حتجعلني حدا كتير قوي. فكرة أنه لما بكون تدعمون دعمون بكل حب، ما تدعمون بشفقة. لما تدعم نفسك دعم نفسك بحب،
ما توجه الكلمات السيئة وليش هيك وليش هيك، ونبعد عن الكلمات اللي نهايتها في إشارة الاستفهام لأنه ما رح نلاقي جواب. ويمكن مثل ما قلنا غالية لأنه المريض بيكون أكثر حساسية من أي شخص 10 مرات مضاعفة. خلينا نحكي عن أهمية الدعم النفسي بما أنه نحن بشهر تشرين الأول عم نحكي عن حملة توعية ضد مرض سرطان الثدي للنساء. أهمية الدعم النفسي للأمرأة المصابة بسرطان الثدي خصوصا من المحيط أو إن كانت متزوجة من الزوج كتير مهم، لأنه سرطان الثدي له خصوصية لأنه المرأة بتحس أنه فقدت شيء من أنوثتها، ففي له انعكاسات نفسية على شخصيتها على محيطها على حياتها بشكل عام. تمام يا عزيزتي. بالنسبة لهذا المرض بالذات ما بتتخيل قد ايه بلامس الأنوثة قد ما بلامس الحالة الجسدية. طبعا حالة الألم والأمل والصراع والبقاء مع الحياة اللي بتعيشها الأنثى بحد ذاتها رهيبة، حالة يعني لا تقدر بأي وصف علمي. فالفكرة أنه إحنا كيف بدنا ندعمهم؟ دائماً هي الانتقاص، بتشعر الأنثى أنه لما بتجيها الحالة وصار في حالة انتقاص من الأنوثة اللي موجودة معها، خاصة إذا اضطرت لعمليات جراحية أو آلية أنه استئصال بعض الأجزاء أو شيء، فهي بتشعر دائماً بآلية النقص اللي بتصير موجودة عنها. المثال البسيط طبعاً مو استخفاف أبداً بعالم الأنثى لأنه نحن بالنسبة للسماء نحن مقدسين، ثقي تماماً. أحياناً يمكن ينكسر الظفر، تزعلي انا بتشعري انه انت راح شيء منك، انت تعبانه على جمالك لانه بتحافظ على جمالك. هذا طبعا بيظهر لك، هو مو انتقاص ابدا من حق الانثى، ممكن ظفر لما بينكسر نحن بنزعل عليه يمكن لدقائق وبنتجاوز الموضوع، فما بالك نحن احيانا ممكن نضطر انه لا سمح الله نخسر جزء منه، فهذا كثير الموضوع صعب. كيف لازم نحن ندعمها؟ دائما نحسسها انه الانوثه موجوده، والانوثه ممكن ما تختفي بس ما مو هي مربوطه بالشكل، هي من داخلك من جوا، انه انت انثى معطاءه من الداخل ومن الخارج. بالنسبه اذا كانت متزوجه فالزوج بيلعب دور كبير، الدعم النفسي لانه هو الشريك الروحي والاستراتيجي لها قد ايه بيكون رح لك، هو عين الانوثه تبعها. انه كل من كان هو محتوي ومتقبل وجاهز للدعم بكل حالات، قد ما كان هو حاله استشفاء رافعه اكثر ومساعده اكثر وتجاوز مراحل اكثر، فهو عين الانثى تبعها وعائلتها واصدقائها. وله وقع تاثير كثير كبير على طبعا نفسيتها. هو اول داعم نفسي اذا كان موجود، انه لا اذا تقبل الفكره وامن معها، وممكن يعمل الاليات اللي بتساعدها، مثلا انه صار عندها تغير جسدي انه ممكن يتغير. انا بعرف كثير اشخاص تغير معها تغيير جسدي، يعني مثلا انه يعمل نفس الحركات اللي معها كرمال انه بس ما يحسس انه هي صارت بعالم خاص فيها، حتى من ناحيه انه مثلا لما اختفى الشعر او لما ضعفت فعمل دايت معها وغير شكله كرمالها، فما بتتخيلوا فعلا وصلت لمرحله النجاح وشفيت منه تماما، وبتقول انه بعد رب العالمين واهلي هو كان زوجي اللي ساعدني. يعني غالية اليوم نصائح وجهتيها ضمن صباحنا، إن شاء الله كل السيدات وكل حدا بيهمه الموضوع يكون استفاد منها. شكرا كثير لك على وجودك معنا اليوم حبيبة قلبي، وشكرا أنتوا لكم. يعطيكم ألف عافية. نشكرك الأخصائية النفسية غالية سعيد على وجودك معنا، ومثل ما قلنا أريج الدعم النفسي مهم إن كان من خلال المحيط أو العائلة. شكرا كثير لك. شكرا لكم حبيبتي. أما هلأ أريج من